انت يا الشمعة حد ما دلالك بالقرار، انت يا الشمعة حد ما دلالك بالقراح القراح، وإذا درا ما تجرعي في ليلة في ليلة، انت يا الشمعة حد ما دلالك بالقراح، شمعة حد ما دلالك بالقراح، وإذا دلا ما تجرعي في ليلة، الغير الغير تزيني له الفراح، وانت فانية بدموعك هطيلة هطيلة، أنا ونيسك حتى الصباح نحكي ولتنين على همومنا الطويلة طويلة، مالي مالي ومال الشمعة ما دوت لي في ظلام، مالي مالي ومال الصعد ما سك مليل ايام، مالي مالي ومال الشمعة ما دوت لي في ظلام، مالي مالي ومال الصعد ما سك مليل ايام. فرحني نساني في ليام اللي مضاوع عني مرا خبني تخمام، حتى نصيب ما فرحني نساني في ليام اللي مضاوع عني مرا ميدان بيا مقام، بدل حلمي بوهام لا طالب ولا طبيب عالج بيا الاسقام، نوم هاني الليل انا عليك عساس، المبنيين على الخداع حرموا لي النعاس، ما تمنى وصار قاموا عليها العراس، من يدهم شربت المراد كاسي تطلع كاس، مالي مالي وما الشمس غطاوها الغيوم، مالي مالي وما السمايا ما قعدت فيه نجوم، مالي مالي وما الشمس غطاوها الغيوم، مالي مالي وما السمايا ما قعدت فيه نجوم، مالي مالي وما الشمعة ما دوت لي في الظلام، مالي مالي ومال الصعد ما سك مليل ايام، مالي مالي ومال الشمعة ما دوت لي في الظلام، مالي مالي ومال الصعد ما سك مليل ايام. الساخ وصفو عاد عليك هالراق، بلا
الفساخ وصفوه عاد عليك هالراب حليلك يا القلبات تكوالج مر فيك الهاب الفرقة من بعد الولف ما كان كيفهم صعب على شكيت ونست بك جاو حسدوني فيك ما عدروني ما دقوا دوق على قبلك روحي روحي يا العدرا ونسى من يبغيك هذا حقنا من الله كتبوا عليا وعليك مالي مالي وما الشمس غطوها الغيوم مالي مالي وما السماء ما قعدت في نجوم مالي مالي وما الشمس غطوها الغيوم مالي مالي وما السماء ما قعدت في نجوم مالي مالي وما الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي وما الصوت ما سقم لي الايام مالي مالي وما الشمعة ما ضوت لي في ظلام مالي مالي وما الصوت ما سقم لي الايام 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 مساء عليكم مرحبا بكم في حصتكم تزايرنا تزايركم اليوم حصة بديناها ماشي كما العادة لخطر اليوم حبينا خصوا هذه الحصة هذه الكامل المسعودي اللي رحل علينا عنده دوكا 17 نسنا في 10 ديسمبر اللي فات كامل المسعودي علاش كامل المسعودي لخطر خلانا حنايا توت اون جينيراسيون ماركي باغ هذا لو غران ارتيست اللي راح علينا البكري البكري بالبزاف راحين يحضروا معنا الضيوف باش نحكيوا على المشوار تاعو على واش جاب الاغنيه الشعبيه من بين الضيوف اللي حاضرين معنا سي عبد القادر بن دعماش مرحبا بك رئيس المجلس الوطني للفنون والاداب شكرا للدعوه تاعنا وراك حاضر معنا ومعنا ثاني كمال شرشار من بين المؤلفين تاع اللي كتبت الكامل المسعودي انت شاعر نعاود نذكره اي باغولي مرحبا بك اونكور اون فوا وبيان سور ما نساوش نقدموا اللي راح يشاركوني في التنشيط اعلاميه كنزه بوشناق على يساري وحسن موالي مدير يوميه لو طون دالجيري تحت صفقتكم على قبل ما نطرحوا الاسئله ونبداو نحكيوا على كامل المسعودي الله يرحمه خلينا نشوفوا هذا البورتري سيني فارس صلواتي سفير الأغنية الشعبية اللي يقولوا له بزاف ناس الملك الحزين كمال مسعودي الله يرحمه هذا العملاق اللي غنى للقلب المجروح وبكى الكبير والصغير وقدم دروس ومواعظ وهو شاب ما تجاوزش عمره 37 سنة الوقت اللي داته الموت علينا في حادث سير مأساوي وخلى حرقة كبيرة في نفس كل جزائري فنان لما يعيش يعني واش يقول ما يسماش فنان فهمت واش كان يغني ني ميلانكوليك ني تريست ني ريان دو تو وشنو كما قال كمال الله يرحمه دون ان انترفيو قال لك يا ودي ما نجمش انا نغني غنيه حزينه كمال مسعودي كان كيما الشمعة اللي غنى ليها ضوى مشعل الأغنية الشعبية الجزائرية وطفات شمعته في عز الشباب وفضل حفظ آية القرآن الكريم باش تشفع له في يوم الدين الدين اخلاق وتربيه على كل حال هذا الفن الشعبي وشنو انا من المفروض يعني لو كان باش يعني نحفظ القصيده نحفظ القران خير بلد نصيبوا يوم القيامه ان شاء الله كمال من مواليد 30 جونفي من عام 1961 بالحي الشعبي دي سولاي من عائله بسيطه ملي كان صغير كان يحب البالون ولا ميوزيك وكذلك كان تلميذ نجيب بالصح هو خير باش يكون فنان ويتبع خوه الكبير وبدايته كانت سنة 1974 على كل حال في القراية كان لاباس او ديبي كان ماهر وكان يحب قبل الفن هذا يعني السنيترا كان يحب البالون باسكو افون تو نو سوم ايسو كامام دون فامي دو فوتباليستيك تانية تاه قالوا لي عليك مسرحي بداية كمال كفنان كانت في حومته وين بدا يتعرف ويتشهر خاطر كان يدير بزاف حفلات ويغني في العراس وفي 85 حاول انه يدير ان سي دي بصح العمل ما لقاش نجاح كمال مسعودي وباسلوبه الموسيقي الخاص خلاه يبقى في راس كل جزائري خصوصا اغنيه يا الشمعه اللي لقات نجاح كبير في 91 واللي كانت لاكليت بونور للنجاحات اللي جات من بعد
يحصر عليك يد الدنيا يد زاير راح طاب القلب انا وانت يا جيتارة هي بعض الاغاني اللي حفظ كلماتها كل واحد فينا وبقات عايشه لنهار اليوم. كمال كان يحب يماه بزاف ومتاثر بشخصيه الوالد وباش يعبر عن حبه لوالده غنى له يا بابا حنين بعد وفاته. الام اللي تي بلوز اتاشي للانفان اني توس بلوز اتاشي بلوز او موان للام ك او بير باسكو البير على بالك الاب اللي روشيني ان بو قد ماشي كيما الام محنونه و يحب بزاف يما دار غني على باباه كي توفى لابد دار وقبل ما الغني على باباه كان دار الغني على الامهات كلها. احتكاك كمال بالوسط الفني وحبه له خلاه يبدع في اختيار الاغاني بحيث كان عنده بعد النظر في الشيء اللي يقدمه وهنا نقدروا نقولوا انه خفه ظل كمال كسبت له بزاف اصدقاء. كمال مسعودي ربي يرحمه ويوسع عليه عزيز علينا كاع ربي يرحمه سيتي كلكان كمام اللي كان عنده ان غران كور باسيون سي تادير ما يتقلق يوصيك يعاون كفنان كاع الناس تعرفو شكون اللي ما يقولكش باللي كمال مسعودي الله يرحمه فنان كبير او الاخر شكون اللي ما يقولكش باللي الاغاني تاع كمال مسعودي ما يموتوش يبقاو اجامي. كمال اللي قدم أغاني في فن ترتاح له الصدور وتستأنس له الأذان رغم وفاته تبقى صورة هذا الملك الحزين في مقام كبار أغنية الشعبي الهادفة. بورتري فارس صلواتي المرحوم كمال مسعودي. السؤال الأول اللي نقدروا نطرحوه كمال مسعودي الله يرحمه اسكو الى كري ان ستيل لابارونتيير في الشعبي؟ وي ما نقدرش نقولوا هو الى كري سي الستيل دابور كي فينو ا لوي هو اللي جا هكذاك واسسو هو بداته شخصيته تاريخه هو اللي اسس هذاك الجور ميوزيكال باسكو الموسيقى موجوده الحنان تاعو اللي كان وخاصه كي توفى الوالد تاعو في 1993 بالضبط هو كان في باريس وما وصلش وما دارش لو دوي هذاك بقى من هذاك الوقت يعني اون بو دير احنا اليوم نلاحظوا نديروا التحليل من هذاك الوقت يعني الحزن تاعو بدا كبير بصح من قبل كان في ذاته كان هذاك الفنان منين جاتو هذا الشيء كامل جا من خوه اللي شفناه في الشريط حميد هذاك حميد اللي هدا له الجيتارة تاعو كي شافو يحب على خاطر كان حميد هو بروحه كان يغني كذلك وكان يغني القصائد تاع اغنيه الشعبي وفي اغنيه الشعبي صاب باللي هذوك الكلمات وهذوك اللي موالف بهم ولاو يخرجوا بسهوله في صوت كمال وبقى هذاك هكذاك مده من 75 داير في 75 كان واحد الحفل في البيار وفي قاعه الراكس وجابوا هكاك الاولاد صغار وداروا هذاك الحفله هكذاك غير تلقائيه وغنى يا الوحداني ماشي اي حاجه هي الوحدانيه يعني اغنيه دينيه تاع الشيخ محمد بن مسيب والقرن الثامن عشر يعني قصيده كبيره يغنيوها غير المطربين الكبار هذاك النهار غناها هو احنا في 75 من بعد زاد في واحد الفتره هو يعاني ويخدم ويزيد وهذا حتى 84 قال انا لازم ندير شريط يعني كان في نفس الوقت هادئ في نفس الوقت يحس في نفس الوقت حزين ويبكي دائما وفي نفس الوقت عنده واحد الانفجار كبير حب يوصل دير في 84 دار شريط هذاك الشريط حتى واحد ما سمع به ما لا الناشر حب يديه ولا حتى واحد بقى هكذاك ستيل ديالو ولا كان شعبي اصيل لا بستيل تاعو هكذاك بالشعبي هذاك اللي نعرفوه الان يعني ما شبهش اي واحد كان يشبه شويه لخوه شويه العمر الزاهي بصح بقى كمال هو قال هذا هو كمال من بعد واش وقع من بعد هذا الشيء جاء واحد السيد واسمه
سعيد بوتلافا نشكره الخطر هو اللي اكتشفه الأول، هو اللي قال أنا هذا الفنان هذا عرفته لازم نوصله للنجومية الخطر راهو عنده أشياء، وداله شريط وهذاك الشريط في سموه صابر للكيا، صابر للكيا وعلاش يا الجافي أنا دو فاست اعتني هذاك وصل كاسيطة هذاك كاسيطة نجح فيها شوية، ولكن اللي نجح بها بزاف هي هي الشمعة وهي تزاير راح طاب القلب لو كان راه عايش معنا اليوم مازال هذيك سوكسي كبير يعني هاد الغنية هذه اللي رجعته اللي رجعته كمال مسعودي صح الشمعة هي العنوان تاعو الشمعة وصح هو يعني انطبقت على شخصيته وانطبقت على الفن وانطبقت على ظروف حتى ذاك الوقت في البلاد ونحن في سنة 90 بالضبط سنة 90 يعني وهذا سعيد بوتلافا كان يروح للإذاعة مثلا مشى عند محمد علي علال وهو الأول كان في القناة الثالثة وأنا كنت حداه كنت عندي واحد الحصة واسمها مايا وحسين وجاء عندي وقال لي هذا هو لافونير لازم هذا هو لافونير تاع الشعب مشى الحمد لله سي كمال سي كمال شرشان تاع اللي كنت بين لي بارولي تاع كمال مسعودي كيفاش كانت بدايه التعامل كيفاش عرفتوا كيفاش تعرفتوا اسكو بريزونتاكم ماشي بالعاني حبيت نعقب شويه على تفضل كاسات تاع الشمعة سيتي كي دار الشمعة هذيك هو ما دارش الشمعة سي سوكسي هو دار يد زاير راه طاب القلب خاطرش كان حاب هو حاب يمثل شريحة من المجتمع تاع الشباب يد زاير راه طاب القلب علاش اللي عنده تزيدوا لاخاطش كان هذاك الوقت الشباب كان يعاني بزاف هذاك الوقت مي الببليك خرج هذيك كانت في لاديرنيير كان في وسط لا كاسيت خرجها وخرجت الشمعة هذه بون نعاود نولي للسؤال تاعك تما الببليك هو اللي عجبته الشمعة فوالا الشمعة الببليك اللي اختار الشمعة ماشي سيتي با ما تخدمش السوكسي كيفاش الببليك هو اللي ديكوفري كيفاش عرفتو كيفاش عرفت كامل بون كيفاش عرفتو انا بالشمعة عرفتو انا سمعت الشمعة عند كامل مسعودي انا كنت نكتب ونحط كوتي كيما يديروا كاع لي جان اللي كتبوا كنت صغير هذاك الوقت على جو دي 20 ans 22 ans كي سمعت الشمعة سيتي قلت انا هذا هو اللي لحق الميساج ديالي انا بويسك نكتبوا لو ميم ستيل بويسك قدو الفرح هو اللي كتب الشمعة اون افي لو ميم اج تما مقيوسين كاع كيما نقولوا مطرق واحد مشيت لعنده للدار ما لقيتوش وكان فيها امورات يعني صدمت بون خليت له واحد الكتاب هكذا صغير هكذايا فيه واحد 3 شونسون سيتي دحمان مات والرجل على شفنات سيت ان اوماج بويسك سيتي مون ايدول دحمان كتبت عليه وسيتي لا شونسون تاع كلتوم هذه خليتها له تما بون تم عيط لي في التليفون قال لي بون تاع دحمان هذه يعني نكتبها بصح كلتهم هذه اسكو سير باللي انت كتبتها باسكو عارفني انا صغير ما كنت على جو دو 23 ans هكذاك قلت له سي بون بدات الامور مشات من بعد جات اليوم راح نبكي على الدموع نبغي تكوني مسطوره بداو لي شونسون مي كاينه حاجه نقول نزيد نعاود نكمل واش كان يقول القادر واحد اللي يدير حاجه جديده c'est un créateur il a créé le style هذاك بويسك كي نشوفو كامل ما نشوفو حتى شونتور معاه خاطر كاين نقولوا مثلا هذا يغني كيما فلان ولا كيما فلان رانا نخدموا في الاسماوات تاع فلان هذاك وفلان هذا مي كامل وحتى ولاو الان يقولوا نغني على كامل فهمت كيفاش يغني يخدم كيما يقول هذا الى كري كيما القروابي هذا الى كري هذاك لو ستيل كيما كري جمهور جديد للشعبي خاش كاين ناس تحب كانت تحب الشعبي ما يقبلوش يحبوا غير الشعبي الاصيل اللي فيها قاعده والقصيده تكون لازم طويله والميزان يعني ما يتغيرش امورك مي هو دار هذا الستيل هذايا شغل جبد الجمهور هذاك اللي كان يميل للاغنيه القصيره وممطو يميل للاغنيه البسيطه اللي يكتبوا في السهل الممتنع وكان كامل اونتوري تانيك بزاف لي بارولي ماشي غير كامل شرشار كاين ياسين وعابد قدور فرح كامل بن سعيد كانت صعيبه الخدمه مع كامل محمود شوف هي كانت صعيبه وكانت سهله باش نقول لك سهله ماشي سهله مع كامل اختي لي تي اكزيجون كان اكزيجي لي بارول ما كانش يغني نيمبورت كوا وكانت سهله يعني حنا كنا تقريبا لا ميم جينيراسيون هكذايا تما واش يحس هو نحسو انايا صدرنا كي نعطي له اغنيه نحس بلي شغل انا اللي راني نغني فيها بيسكو يل ترونسمي لو ميساج هذاك ايزيمون لو غران بوبليك اللي كان فيه والبوبليك تاعو
ما كانش يعني غير نقولوا يعني الليجان ولا كان جميع شرائح تاع المجتمع، كان ناس كبار شيوخ يسمعوا، كانوا دراري صغار يسمعوا كامل المسعودي، كانوا ليجان، كانوا البنات تاني يسمعوا، كان اللي ما كانوش يسمعوا الشعبي كامل بكامل ولاو يسمعوا لنا الشعبي. سي طاري لا كري جوستيا ستيل المسعودي اسكو سا اكزيست اسكو اون بو لو ديفيرونسيي بار رابور اوزوتر شونتور دو شعبي بار كوا كيلز سون لي سبيسيفيتي لا كرياسيون. نقول لك لار اي لا كرياسيون دو ليسبري كوم ما يكونش فيها الابداع ما كانش الفنان الاملان يولي يمثل. سي 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 لو بروبر لو بروبر اون بو با اكسبليكي اسكو سي بري كون دي كو كامل المسعودي اي ايكوتي اوسي بيان بار لي جون كوم لو ديسي كامل اي ميم لي هو لم كاع الشرائح المجتمع. نقول لك في اخر حياته واش دار؟ دار دي زوماج كبار، اوماج لحمد وهبي مثلا، اوماج الحسناوي الحسناوي. شوف 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 لا ديمونسيون تاعو وين كان طرا، كان يروح لابعد ممكن يعني فضاء ممكن، حب يوصل بهذاك بهذاك اللحن تاعو اللي كان هو يقول باللي كاين مجتمع شريحه من المجتمع تحب الشعبي والتقليدي وهذاك اللي ما لازمش تبوجي تبقى هكذاك. هو مشى 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 في حاجه اخرى. هنا وين تقول وي كمال اسس حاجه سي شوشو تقول حاجه اسمح لي هو في حياته الفنيه كامل عمره ما كان راضي على روحه. كان دائما يقول مازال ما لحقتش، دائما يقول كنت قادر ندير بلوس. كل ما تخرج اون شونسون يحس باللي سي با سا، يقول لك كان لازم يديرها هكذا. ما عارف سي كوا السكري تاع كمال، سي تي لي بارول فيها فيهم شويه غرام اون ميم طون شويه ان بو دو شعبي. شوفي انا لخصت هذا الامر هذا كيف علاش كمال سبيسيالمون. كاينه حاجه كيفاش يعيش لا شونسون، كيفاش يعيشها. تحسي مثلا انسان مثلا احنا مثلا الشاعر لما يكتب كيكون يكتب القصيده هذيك الى ما تشوكش لحمه في هذاك لو مومون الاولانيه كيجي يكتب ولا عينيه ما تلعبوش فيهم الدموع، شغل القصيده هذيك تجي ناشفه من بعد. بار كونتر هو كامل كيعيش الاغنيه يحس بلي شغل لبس الاغنيه هذيك وغناها. وكاينه حاجه ثاني نقولها ثاني، الفتره اللي كان فيها كامل مسعودي الجزائر كانت تمر بواحد الظروف قاسيه بزاف، وهذاك المومون الناس ما كانتش كانت شغل كاع كريشبي كانوا كاع الناس خايفه والاخر ما يقدرش يغني دي شوز تاع الفرح ولا. وكاينه حاجه ثانيك حنا زدنا له بزاف لي بارولي كيما قال ليك يقول لي اسمه لانيماتور محمد كربا شغل لي بارولي هادو ما كامل في لو مومون هادو كانوا كاع مقيوسين وكانوا كاع عندهم ظروف اجتماعيه يعني صعيبه. هاد لي فاكتور كامل تلموا كامل وخرجوا كامل. إلي كومام دي جون روح الشباب قدام تخاف ننساها كبير هكذا ولينا ننساو شويه مشينا فكرتوا في حاجه مازالت البركة لا فكرتوا في حاجة وتفكرها نو هو كمان مسعودي في واحد الفترة بالذات نحن في التسعين نحن في 89 90 91 كنا في عز الإرهاب يعني والتدهور الأمور اللي كانت سياسية واللي كنا عايشينها هذاك الوقت بعد أحداث 95 بعد أحداث اللي كان وكان يسجل 92 93 في هذاك الوقت كان استوديو تاع عمر كلافات وهذاك الجو هذاك استوديو سولي في هذاك الجو هذاك الوقت يدخلوا على 9 تاع الليل ويخرجوا صباح ما ينجموش يخرجوا ايوا يباتوا تما. هنا وين نشوف هذاك الجو، واحد اللي يعرف هذاك الجو يعرف كيفاش هذاك الاغاني خرجت. مثلا نتكلم على محمد لامراوي كان موسيقي وميم طون تكنيسيان وميم طون كلش يعني كلش ويعاود عمر قاسب يعني كانوا هادو كاع شاركوا وكانوا كاع عايشين الفتره هذه اللي هو خرجها في هذاك النوع الموسيقي اللي اليوم نقدروا نقولوا نسميوه. ما راناش نقولوا اليوم خاطر توفى ونتكلموا عليه كواحد توفى وخلاص، لا راه حتى في وقته كنا نهضروا مع هذه اللغه هذه. وهو واش كان يدير؟ كان يستحي ويقول لك لا والله كبير عليا بزاف، لا بزاف على الشيطان. وكان متواضع الى اقصى درجه، متواضع ويقول لك ما علاش فرصة كان يقول كمال من قبيل يقول كان متواضع اون ميم طون كان اكزيجون بزاف. علاش؟ خاطر الجو تاعو كاع صحابه وكيحب حاجه يروح مثلا الاخرى هذيك الاخيره تاعو كي شافها عند ياسين وعابد سمعها برك
زوج كلمات قال له هذه هي نحفظها وحفظها للغدوه من ذاك حفظها وتسجلت ومشات وندارت عليها حصه في التلفزيون هي الاولى ومن بعد تسجلت في كامل مسعودي يعني تعرف باللي او بين الاول سي با لو برومي شونتور تاع الشعبي اللي جاب الفئه تاع النساء للشعبي كانوا يسمعوه والاخر حنا عندنا معنا ساره اللي راح تجي تعطينا رايها في هذا الشيء هذا ساره وحوالها تحت تصفيقاتكم بفضلكم ساره كسيلي مساء النور سارة بون نقدمكم نفسي انا فيلسوفة وتسمعي كمال مسعودي على بها جيتي اليوم فوالا دونك فيلسوفة ما تشوفونيش هكذا صغيرة وشابة وتقولوا زعما شلوان دتر فيلسوفة اولا وقبل كل شيء نشكركم على الاستضافة اليوم جيت نهضر لكم على ظاهرة فلسفية موجودة في المجتمع وفي الحياة تاعنا اليومية كما يقول الفيلسوف العظيم أرسطو rien n'arrive pour une pour rien rien n'arrive pour rien tout arrive pour une raison donc حتى حاجة ما تصرى بلا سبب هكذا donc كل حاجة متعلقة بحاجة واحدة أخرى tout est relié كل حاجة تصرى كلش مترابط كل حاجة تصرى باش تصرى حاجة موراها مكتوب. إلى آخره حتمية اكزاكتومون اكسيون رياكسيون اكزاكتومون وكل حاجة تصرى متعلقة بحاجة واحدة أخرى هذا اللي يخلينا نافونسيو ولا نوليو اللور سا ديبون اكزاكتومون عندي فيلسوف فيلسوف عظيم سي حسن افلاطون لو ديسوندون افلاطون دونك فوالا دونك كاين بزاف عباد ما يديروش العلاقة بين الأشياء اللي صار لهم في حياتهم باسكو ان سون با اسي ساج دونك اليوم انا حابه نفهم لكم على بالي بلي نهضر بزاف فيلسوفات سي توتا في نورمال نعطي لكم اكزامبل باش تفهموا اللي واش راني نحكي لكم هذا ليكزامبل هذا متعلق بالموضوع تاع اليوم اللي هو المرحوم كمال السعودي دونك جي رولي نعطي لكم اكزامبل اللي فيه دو بوت لو بروميير بوت سي نيكسبليكي واش راني نهضر من الصباح و لو دوزيام سي justement le je sais plus bof المهم تفهموا شاني نقول سكي امبوسيبل دونك حكمت لي تيتغ تاع لي شونسون تاع المرحوم كمال المسعودي وباش تعرفوا باللي كلش مترابط ربط بين هاد لي تيتغ وخرجت ان بوتي باراغراف اللي فيه معنى ماشي نو سولمون فيه معنى فيه ان ميساج دونك Écoutez bien, le texte est comme suit. Ana al-moulou' bil-hawa min hubbi lhad al-ghzala. Kifash ana nhabbak w enti ma fikch an-niyya? Ya shahlat al-ayun. Rani rayh marhoun. Sah al-firaq w al-wada' sa'ib w ad-dam'a fi 'ayniyya. Mashi ghardida kunt a'shiq. Ya hasra 'alik ya dunya. Alash an-nas qbahou? Lou kan jat liya ma nshkishkiya. Bsah ma yfriha ghir sabr. Nari w qrihti zadat kim mimti mshat 'alayya. Samhini ya dzair. وبقاو على خير. ميرسي سارة كسيلي. فهمتوا شوية واش كنت تحكي؟ نعم. فهمتوا شوية واش كنت تحكي؟ معليش مي سيتي تخي بو ما فهمناش سيتي تخي بو سيتي سيتي. فهمت غير الأخرى هذيك تاع ديتي كولاج كل كلمة درتي أحدها كلمة. كولاج فهمها وي. شكرا لك سارة كسيلي ميرسي بوكو نعاودوا نتلاقاو بك بيان سور لا سمان بروشان. انا خلاص حبيتني في السبت تعرفوا واش قلت لي توتالور على كمال مسعودي جاب شريحه تاع النساء كان قبله بزاف كان دروابي شاعو جاب بزاف جابني كاين كشاك جينيراسيون عندها غاشي تحل جابوا زيد روح من قبل ما كانش يدير الشعبي ولكن كان يدير الغنيه العصريه عبد الرحمن عزيز كان يعمر ملاعب اليوم بالك ما تسمعوش به مي كان يعمر ملاعب هذوما يعني شوف كل فتره كمال مسعودي الى ريوني لم توت لي جينيراسيون فامي الجيريان لا فامي الجيريان بيبارلي ا سو تيتر شعب القدر بن دعمه شكون بيبارلي سامحني قطعت لك علاش بيبارلي
فينومين كمال مسعودي ظاهرة. باسكو كونت جو مو بيرسونيلمون كونت الشمعة الشمعة لا شونسون الشمعة جو لا كومبار او فانتاستيك رومون دو كاتب ياسين نجمة سي ان بيبا إلي بارتي نجمة إلي. شوف لو كان تشوف المصاعب اللي لقاها باش تسجلت هذيك الاغنيه تنخلع سي تادير واحد العام ولا عامين هو يجري ويمدها لهذا ويمدها لهذا ويمدها لهذا وحتى واحد ما حب يديها وفينالمون هي سوكسي الكبير قاعد هي سوكسي الكبير الى كومبري سون بوبليك سي كمال شرشر باش نختموا هذا البلاطو هذا معاك انت باسكو انت هو اللي الكلام راه عندك انت دونك نختموا البلاطو معاك انت واش نقدروا نقولوا على مشوار كمال مسعودي الله يرحمه ولا على حياته ولا علينا حنايا اللي على جينيراسيون اللي ما لحقتش عليه انا نلخصها غير في زوج كلمات برك كمال مسعودي جال الفن وجال الدنيا هذه عطانا ميساج خلانا ميساج وراح لازم نقراو هذاك الميساج الناس قراتو كاين اللي كل واحد كيفاش قرا كاين اللي لصقوهم هذا مع هذا الميساج الميساج اللي فيه كيفاش باش نصنعو ان ارتيست كيفاش باش نديرو ان سوكسي كيفاش باش لازم يكون فنان يعني كاين بليزور ميساج في هذاك الميساج هذاك اللي خلاه هو يعني الفتره القصيره اللي دارها هو اللي دار فيه لو ان سوكسي كاين ناس داروا 40 سنه 50 سنه وما في الفن وما قدروش يصنعوا حتى نصف اسم هو في فتره وجيزه قدر يصنع هذا الاسم وكاين حاجه حبينا نقولوا عليها على كمال سيتي ان نوم دو ديفي فنان يحب التحدي وين تقول له انت هذه الحاله صعيبه يقول لك انا لازم ندير هذيك مالا كاين بزاف د امورات نحكي برك واحده منها كنا قاعدين هكذا في لو صالون الفتح هذاك اللي قدام بوستا سيتي لا شونسون اللي تاع نبغي تكوني مسطوره هذيك في 94 عطيتها له حطها قدامه شافها كان معنا واحد الضيف ثاني قراها نبغي تكوني مسطوره سيتي هذاك الوقت الجزائر تغلي السيد اللي قال له هذه ما تغنيهاش ما تقدرش تغنيها رانا الحاله ماهيش مليحه كما قال لها شاف فيها قال له غير هذه اللي نغنيها انا نحب هذه الامور تاع دوما ستانديفي وزاد غناها في واحد بلايص يعني اللي ربما الناس ما تجراش باش تغنيها غناها سيتي في لو كازيف في الصيف في الصيف في كازيف الناس قالوا له ما تغنيهاش قال لهم نغنيها سيتي دار بها كرون سوكسي تما في الكازيف هذاك وكاين امور ثانيك غنى بالقبيليه وهو ما كانش يهضر القبيليه ثانيك كاينين شونسون ثانيك تاع وين رايحه انا كتبتها باللغه العربيه الدارجه لكن هو لما كان في يسجل فيها مع حسن هراس في الاستوديو لقى الموسيقى تجبد شويه الكابيلا كدايا حسن هراس بروبوزا له قال له ممكن نديرو ترادويزي كوبلي بكوبلي اي بان سيتي جات هذيك وين رايحه هذيك موسيقى قبيليه شويه وموسيقى شعبي وكاين ثاني كان دي في واحد اخر تاع مجدر الموسيقى تاع مجدر الرومي تاع سامحيني هذيك باسكو هو سيتي كان يحب مجدر الرومي حب يدير لها امتي هوماج تاع سامحيني هذا كتبناها نورمال شعبي حتى لقيتها بالشرقي هكذايا وزيد 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 بزاف حاجه وحاجه اللي تذكرنا بها يعني الانسان الذكرى اللي يبقى تاع كمال هو ان خدمنا مع كمال وعشنا معه في الفتره اللي كان فيها. شكرا لك كمال شرشار يعطيك الصحه على التيمونياج اللي عطيت لنا سي عبد القادر بن دعماش مازال قاعد معنا بعد قليل راح نزيدوا نتلاقاو مع نادي ابو مرداسي اللي سمعتوها في ديبيوت الحصه اللي مازال قاعده معنا تزيد تغني لنا اغاني من اغاني المعروفه لكمال مسعودي لحقوا بنا ضيوف واحد اخرين منهم ميس تونيزي ما تبعدوش بقاو معنا اتو تسويت منك الرجوع نبرع من تلك ايام
فراقك خلصتو بدموع كل دمعة بقصية طالب منك الرجوع نبرع من ذلكيا نشعل في الخافية نغرق في قصتي نقفل في القافية عرفتكم انك دي دنيتي عايش بك انت يا نحبك مهما كنتي الله غالب عليا اسمك عنوان قصتي بالحروف الذهبية نحبك مهما كنتي الله غالب عليا نحبك مهما كنتي الله غالب عليا مهما زادت ليعتي نارك جناليا تاير النجوم ضويتي غير انتيا ما بين ساير النجوم ضويتي غير انتيا فراقك خلصتو بدموع كل دمعة بقصية طالب منك الرجوع نبرع من ذلكيا فراقك خلصتو بدموع كل دمعة بقصية طالب منك الرجوع نبرع من ذلكيا بمواجهك قوية ما بين ساير النجوم ضويتي غير انتيا ما بين ساير النجوم ضويتي غير انتيا في يدك مفتاح الصبر حني عليها شوية بعد السحبة يطل القمر دنيتنا مضوية بعد السحبة يطل القمر دنيتنا مضوية دموع كل دمعة بقصية طالب منك الرجوع نبرع من ذلكيا فراقك خلصتو بدموع كل دمعة بقصية طالب منك الرجوع نبرع من ذلكيا معنا زيرنا زيركم تفضلي نادية روحي معنا مرحبا بكم في الجزء الثاني اكيد جيتي في الشون ديريكت هكذا الرياليزاتور يسمع فيه منا وخلاص التامبون تاعي تقطع مرحبا بكم مره اخرى دوزيام بارتي زيرنا زيركم معنا بيان سور سي عبد القادر بن دعماش مازال حاضر معنا تحت تصفيقاتكم وخلطت علينا لالا من تونس ايوه اي مرحبا بك ميس تونيزي وهبه عراس مرحبا بك مرحبا بكم Et bien sûr, Nadia Boumerdassi avec l'album Jdid Taak. Merci hein. pour l'invitation. On va en parler un petit peu, hein, ça nous fera plaisir. C'est un plaisir. Jeuna Diouf. Jeuna Diouf, من تونس, من تونس الشقيقة. السلام عليكم. شنو أحوالك لالا؟ الحمد لله لاباس عايشك ميرسي. وشنو أحوال تونس؟ بخير، إن شاء الله ديما بخير. الحمد لله، إن شاء الله، إن شاء الله. ألو واش تعملي في الجزائر انت اليوم واش تعمل هوني انا لي ميسا عندنا كنت ميس تونيزي هوني والله انفيتي دونور فما ايفينمون صارت ايفينمون كولتوريل اي ارتستيك كنت لافيتي دونور دونك مو فوالا تاليك بحدكم مرحبا بك وكما تحبي مرحبا بك في الجزائر اول مره في الجزائر ثاني مره ثاني مره
اما هذه ثاني مره اللي حوست يعني شفت شويه الجزائر و وشفتي مشيت خرجت يعني درت هكايا في الجي سنتر فيل مشيت للمول نتاع باب زوار مشيت يعني حوست شويه شيء parce que c'est mon nom de famille. Ah, c'est pas un nom artistique. Voilà. Tiens. Pas dans la gueule. Voilà, il lit pas ses fiches. C'est mon nom de famille. Bizaf li ala dayen fi balhom blli Boumerdassi par rapport à Boumerdass. Non, je suis d'origine de Boumerdass, c'est vrai. Mais je suis algéroise. Vous êtes voilà. Oui, non, pas de souci. De toute façon, normalement, les grandes villes sont d'ailleurs, exactement. On est tous venus d'ailleurs. Ils sont tous d'ailleurs. علاش كمال مسعودي؟ علاش كمال مسعودي؟ علاش كمال مسعودي؟ بارابور ا كوا؟ بلا ريبريز في الالبوم جديد؟ كمال مسعودي سي ان ايدول. سي يريبريزونت بوكو دو شوز بور موا، مي بون لا شانسون على هم قدر تو الموند ا كرو كو سي اون شانسون تاع كمال مسعودي الله يرحمه. الله يرحمه ويسع عليه. جي بوكو دو ريسبي بور لوي تو، مي لا شانسون تاع على هم قدر تاع الهاشمي قروابي. فوالا. هو ينو في كو لا روبخوند كمال. اكزاكتومون. الله يرحمهم. الله يرحمهم فوالا. هم تو لي دو. دونك انت سي بلو، فوز ات بلوس فان دو قروابي كو دو كمال مسعودي. نو، سي فان دو كمال مسعودي. اه صح، باسكو كنت قلتي لا لا قدامنا خرجي باسكو ليميسيون سبيسيال كمال مسعودي، وزافي با لدوا. الوغ سينو عندك كارطة تاع لي زارتيست خدمتيها؟ سي اون كور دو بريبار. شايفني لحقك من غير صابو درتيها ولا مازال؟ سي اون كور. سي اون كور، واش بلوكا وكواقيل ماشي خدمو مليح؟ نو جوست كو جي با لو تون هذا ما كان. داكور انا عبيت لك لا بيروقراسي. باسكو هنا هو المستكلف. شو البلاطو؟ هنا المستكلف تسمى الا حبيتي تهضري معاها وليك سير بلاصي فري هذاك. Ça fait plaisir. Alors, comment se porte l'artiste aujourd'hui, M. Bendamash? Depuis l'installation du Conseil national des arts et des lettres. Kuntanaya qui ftahna à l'époque le jilsa le 15 février qui bdina ntabqou fi hadak le marsoum li khraj ta dama al ijtimai w hiya bidaya ta le qanoun le fannani. C'est un aspect premier voilà pour commencer le statut de l'artiste li fi bzaf el hajat. Hadi loula hasalna aliha w alhamdoulillah l'an nqoul alhamdoulillah khatr ana 10 شهور هذه ملي بدينا، والان وصلنا تقريبا 5000 دوسي اللي راهم موجودين الان طلب تاع الفنانين على المستوى الوطني وكل الفنون، والان عندنا تقريبا 3000 يعني لي كوميسيون مختلفين سواء العهده الاولى ولا الثانيه لخاطر تتغير في العهده الثانيه انا بقيت وبقاو معايا اثنين والاخرين كامل تبدلوا. وصلنا اعضاء تاع المجلس تبدلوا والان وصلنا حتى 3000 ملف اللي تمت المصادقه عليه يعني تسوية الوضعيه تاعهم تسوية على المستوى الوطني، وهذه الان راهي في الميدان، راهو الناس عندهم الان الضمان الاجتماعي اللي ما كانش يعني في كثير من الدول الاخرى في العالم. 5000 بارابور نومبر دارتيست اون الجيري. ما نقدروش جوستومون هذا وجود هذا المجلس الوطني للفنون والادب وفي وزاره الثقافه يولي عنده هذا الآلة باش يعرف شحال عندنا فنانين على المستوى الوطني، رانا يعني نمشي كما نقول لك رويدا باش نوصلوا الى الـ الى الـ الى العدد الرسمي، وبهذا العدد اللي نوصلوا له يعني نقول انا احنا رانا دايرين حساب تاع من على السنه ان شاء الله نوصلوا نقولوا يعني بطريقه رسميه ها شحال عندنا مخرج، ها شحال عندنا مطرب ناشئ، ها شحال عندنا مطرب هاوي الى غير ذلك. يعني كل هذا بالنسبه للجنه ديالكم عندنا نفس السؤال. الوغ ان ارتيست احنا على بالك نو سوم اونترين فير ان ترافاي دو بيوني، احنا الاولين يعني ما كانش سابقه، ما كانش حاجه من قبل اللي نشوفوا لها ونديروا كيفها، ولا كاين حتى الدول الاخرين ما نقدروش، ربما كاين نواه صغيره هكذاك في تونس في مصر شويه شفناها، في فرنسا شفناها، في كندا على طريق انترنت حتى واحد فينا ما راح للخارج يشوف. صبنا امور كيما هذا، وشنو شكون هو الفنان
الفنان. الفنان هو المبدع، الفنان اللي عنده حاجة يقولها. مثلا يقول لي واحد أنا كاتب، أنا إكريفان، سيفري وري لي الكتاب تاعك، أنا مسرحي وري لي المسرحية اللي لعبت فيها، أنا مخرج وري لي واش خرجت من حاجة. يعني الميدان هذا معروف وفي مونتري بات بلانش، لازم توري شكون أنت ريالمون. كاينين موسيقيين وكاينين حالات هكا دي زون دومبر في 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 في, في التاريخ تاع الفن بصفه عامه كامل، دي زون دومبر. كاين اللي عمره ما دار كونترا موسيقيين كبار وموسيقيين ربما ماشي كبار ويخدموا دائما، وهذاك هو الميتي تاعهم، حتى يكون ماهوش الميتي تاعو، راهو خدام بروفيسيونيل بصح يخدم في البلديه ولا يخدم في شركه ولا عنده هذيك الهويه هذيك تاعو يخدم فيها، و سي تان غاني با ويصور كذا. يجي يقول لك انا اليوم فنان، نقول له مع من خدمت؟ يقول لي انا خدمت مع فلان وفلان، بصح ما عندوش وثيقه. الوغ الان في هذه لا سيكوند بارتي، يعني حنا نعتبروا هذه الفتره الاولى تاع 10 شهور وهذا الريزلت اللي وصلنا له، يعني نجاح بالنسبه لنا وحنا فنانين الكل. حنا الاداره، مانيش انا مانيش اداري في المجلس الوطني للفنون والاداره الفنون والادب، مانيش اداري انا راني ممثل الاداره راني ممثل الشريحه تاع الفنانين اكثر من الاداره. يعني انا عندي دو كاسكيت، ولكن الكاسكيت الكبيره هي تاع الفنان، و ما نخليوهش يروح لخط الفنان. ما كانش عنده القانون، ما كانش يمس الفنان. يعني شوف هذه الاول مره اللي كان، وقتاش كان يمس الفنان القانون؟ كان يمس الفنان كان في حاله وين يكون في مؤسسه، ومؤسسه كان المسرح الوطني، كان الاذاعه والتلفزيون، كان اي بي حاجه على الهامش. يعني في الاذاعه، في الاذاعه والتلفزيون ماهيش برينسيبال، يعني un métier d'artiste, mais c'est principal. Est-ce qu'un artiste, c'est Ben Damas, il faut que son art soit son gagne-pain? Logiquement, ça doit être ça. Non, l'humain en a tabou. Oui, son gagne-pain quand il le fait. Parce que qui met des rouges son gagne-pain? هو الفنان، ونعطي له الفنان، نعطي له لا كارت تاعو كوم ارتيست. Je vous cite un exemple, quelqu'un qui il peut exister, un médecin qui est par ailleurs poète. C'est ce que je dis. Voilà. Il peut le faire en seconde. Il ne va pas être déclaré à la sécurité sociale en tant que. Non, il est déjà. Voilà, il est affilié. Voilà, ce que je veux dire. كاين واحد الاستثناء في القانون الجديد هذا، وين on lui donne les 2,75. مثلا ماشي في لا كارت، في لا سيتياسيون juridique. D'accord. De ce monsieur هذا qui est artiste. Et qui en même temps خدام في جهه اخرى، مي كون خدام في جهه اخرى كيروح يخدم الفن تاعو هو في لا سيتياسيون تاع اداره. مثلا اليوم انا راني فنان وراني معاكم هنايا، وصرات لي حاجه، صرات لي حاجه، هذيك الضمان الاجتماعي اللي تاع النهار ما نكوفر با. داكور. في هذه الحالة يكوفريه ا ريزون دو 275، هذه معروفة التقنيين يعرفوها تاع لاكناس، الكناس يطبقوها عليها. حنا ملي نحكيو على الفنان، عندنا فنان صوص ميزون، عندنا واحد فنان في الكلام بصح، هذا ما كانش ما عرفش كيفاش يدير باش من البالون ولا من البلوطة يرجعك الحاجة اللي ماكش كاع حاب تروح ليها. دائما يدير لنا مشاكل. في التسعين مع أمين عبد اللاوي، نفضلكم تحت تصفيقاتكم. شوقيك نزا حسن ليزانفيتي تاعنا ميس تونيزي بوبليك، مسخر عليكم. دونك ما فهمتش علاش ميس تونيزي. شو ميس تونيزي؟ راني نقرا باش ما نغلطش. حسن اون سي جامي. دونك فلاكرونيك سبورتيف تاع اليوم رانا حنحكيو على لي جوار دو فوت هذوما اللي ما يغنيوش لي زيم ناسيونو تاع بلادهم، نوتامون كريم بنزيما. كريم بنزيما اللي الهضره كثرت عليه لي ديغني طون افيك لافيغ بوفال بوينا دون بار، وثاني لو فات كو ما يغنيش لا مارسياز. Même la dernière fois, dernier classico, donc Real Barça, c'était post les attentats de Paris, donc ouais. Dès la Marseillaise sur tous les stades d'Europe, où Benzema non seulement il n'a pas chanté la Marseillaise, mais en plus à la fin, Hachakom, donc il a craché. Nous jouons ensemble la vidéo hadi, on a de l'ouléo. بزقاتها بنزيما تقعدوا لا
Donc qui m'a moi fait une France toujours avec les débats stériles, alors que quand il y a des joueurs بكري غير خلاص الانيم ناسيونال ولا حاشاكم يبصقوا ولا في الجزائر نحو الشما كاين ما اللي يحكوا لي فيهم كاين اللي يحكوا لي فيهم تاني هذا قبل الماتش مور الماتش قبل الناشئ بعد الناشئ شفتوا قبل خلينا في الناشئ وفيس كاين بزاف لي جوغ لي كي نريحوا في لا مارسيز يا بوكو جوغ لي ما غناوش لا مارسيز منهم ميشيل بلاتيني زيدان كاين لوران بلان كاين اريك كونتونا هادو كاع ما غناوش لا مارسيز il faut pas oublier tani la marseillaise اللي هي سي ان شون دو غير ديجا سي تري فيولون دونك حنا نفهموهم علاش ومام ميسي ما يغنيش لي ناسيونال تاع بلادو تاع لارجنتين تاع لارجنتين دونك اون كومبرون با واش كاين انا بو مول كان غير كيما يديروا كيما لاسبان باسكو لاسبان واش داروا لي ناسيونال تاعهم كوم سي سوجي ا بوليميك مع لا كاتالون نحاو لي بارول خلاو غير لا ميوزيك دونك نكملوا توجور في لا كرونيك فوالا اكزاكتومون نكملوا في لا كرونيك توجور على لي زيم ناسيونال هاد المره نروحوا للمناصرين نروحوا لي سوبورتير وكيفاش لا رياكسيون تاعهم نوتامون لي سوبورتير هادوما لي سفرو لي زيم ناسيونال تاع لي زيكيب ادفيرس نشوفوا اون بروميير فيديو تاع لي سوبورتير تاعنا كيفاش نقابلوا الضيف شوفوا لا دوزيام فيديو ونولوا دونك تبهديله كيما راكم تشوفوا ما عندها حتى معنى عليها كاين واحد لو جورناليست تاع لو جورنال كومبيتيسيون مصطفى وائل كيما رانا نشوفوا في لا فيديو هذايا هذه بلوتو دونك اللي حاوروا نوتر كونفير من لا ريداكسيون سبورتيف مسيو هواري بالصول وحكى اون انيكدوت اسي شوكونت حكى بلي ان ماتش الجيري كاب فير بلوتو كاب فير الجيري دونك في الكاب فير راحت لا ديليغاسيون الجيريان ودات معها سي دي تاع قسامان وشنو داوهم فيرسيون انتغرال تاع 15 مينوت الماتش هذاك تلعب تحت اون شاليور تاع قريب 40 دوغري فوالا 40 دوغري اور تاكس صافي دوني 50 دوغري دونك وشنو يافي 15000 سبيكتاتور داروا قسامان وداروها اون انتغراليتي داروا لي 15 مينوت لي 15000 سبيكتاتور هادوك واقفين يديهم مور ظهرهم وغير خلاص قسامان صفقوا على النشيد الوطني فوالا وكي ولاو للجزائر بور لو ماتش روتور مازال ما بداش ليم ناسيونال كاب فيرديان وبداو يصفر عليهم كالشوز كي فريمون مالورو دونك انا نطلب برك البوبليك تاعنا ومام لي زانفيتي صفقوا مع الكاب فير نعاودوا نربحوا الاعتبار ديالهم Voilà, donc la chronique est à l'heure, c'est tout. Déjà ? Non. Eh, c'est très simple. Donc, c'est pour vous, Hamoud. C'est pour vous. Ça fait, maître. Je vois ça. Merci beaucoup. C'est très bien. C'est vrai que le respect, parfois, on le perd assez rapidement. Surtout, on a dit. Alors, Miss Tunisie. جبتي معك تاج وكذا منا الوغ دوفنيغ ميس سيتي ان غيف تاعك ملي كنتي صغيره ولا ماشي بالعانيت ما شاء الله غير باسكو طويله داوك ميس لي هو اوفيت حلم من الصغرى ديجا يعني ديما نحلم نولي ميس كاين مثل بلادي ونكون انا الريبريزونتانت دو لا فام تونيزيان قدمت الكونكور وتعديت دي زيتاب دخلنا الستاج بلوكي في تعلمنا سافوار فيفر سافوار فير فوالا جات سواري فينال يديروا لكم ستاج تاع واش تهضروا كي ديروا لي بلاطو تيلي كيفاش نتكلموا كيفاش كوميونيكاسيون شنو نقولوا كيفاش نقعدوا كيفاش ناكلوا كل شيء يقول لكم ما تحكوش بوليتيك هو في دي بريفيرونس كون نتر مي سا نمبيش لازم عندك يكون رايه ما دي بريفيرونس ما تقولش قدام البوبليك انت شنيا وكل شيء تونيزي تبدلت دوك خلاص يعني ليبر لا تونيزي لا مي لي ميس ما تبدلوش انا راجلي لا ميم عليه خلاص انا حبيت نعرف حاجه ميس انترناسيونال تونيزي شنو هو كونكور باسكو حنا في الجزائر عندنا مشكل عندنا ميس ميس الجيري 1 ميس الجيري 2 ميس الجيري 3 ميس بيس الجيري كاين اللي تروح ميس اونيفير كاين اللي تروح ميس جالاكسي كاين اللي تروح ميس للدار كاين تروح ميس تمورث مسابقة رسمية وتمثل تونس في ميس اونيفير ولا في ميس موند هو يصير كونكور نتاع ميس تونيزي تطلع الميس تونيزي ولي دوفين نتاعها الميس لهنايا الميس تونيزي تمشي الكونكور الكبير اللي هو ميس موند اللي انا مشيت لها نيو سيتي ا لونتر دونك السنه مشيت الميس انترناسيونال حابوا يزيدوا يخدموا معايا اكثر قالوا لي انت السنه تمشي تمثل تونس في ميس انترناسيونال دونك جو فيان داريفي دو جابون وكنت انا اللي مثلت تونس زيد الغد فوالا
Nadia Boumerdas, les Miss, non ? Non, non, non. Ça n'a jamais vu, non ? شوية من بعد وش صرا حقروك في الكونكور حقرونا صديقي حقرونا 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 نعرف نغني خير participer à un concours ça je faisais des séances photo chez Zeriat. Oui, chez Zeriat. D'accord, OK. Et c'est bien. Ça vous a aidé à financer votre guitare, vos cours de chant. Non, moi je travaille, je suis hôtesse de l'air. اختيارات انت فواياجي بزاف انا لا غالب ما فواياجيش بزاف الحق الوقت باش نزيدو نستضيفو معنا ضيف يخلط علينا في الحصه ضيف تو يعني تحت تصفيقاتكم فضلكم شيخ قزيزم السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ وشراك لاباس. السلام عليكم الحاج. معليش نقعد من الناس مالي الله يبارك صافا راك مليح. وشراك شيخ. ايوا هذا الطفل شكون؟ الله يبارك. وشراك شيخ. نقعد من الناس مالي. شيخ الحمد لله الله يبارك. راك معنا باش نحكيو شويه على الشعبي. انا اميه. انت راك معلم في الشعبي. انا اميه. بصح وين انا السؤال الاول. قدم نفسك. قدم نفسي باينه. واش نقدم واش نقدم واش نقدم انتم الناس راهو يغنيو في الشعبي ما بقى والو هذا البلاد سبحان الله يا لطيف كان شي ناس مزاهم يقولوا غا واش نقول لك انا الشيخ قزيزم يعني كانوا يعيطوا لي بكري قزيزم باسكو كنت صغير في لاطاي حاجه وبعد كبرت بعد طولت حبوا يعيطوا لي مايكل جوردن ما قدروش يعني وسموني الشيخ قزيزم انا من بكري يعني نحب الشعبي وكاع انا بديت الفن الشعبي كي كنت صغير يعني صابي كي خرجت من الكرش تاع يما العيطه الاولى درتها على رمل المايا فهمتني ماشي عيط وعيط قالوا الله يبارك هذا من بعد هذاك الوقت كان جاي الشيخ غميمز تعرف الله يرحمه الشيخ غميمز هذاك عنده مرض يغمز حاجه يغمز ومن بعد كلا طريحه واحد الخطره ضربوا واحد مات الله يرحمه الطبس من هذاك النهار بديت نغني شعبي هذا ولا مازلنا على الفن الشعبي الله يبارك برشا برشا الله يبارك وين تعلمت وين تعلمت؟ أنا في الحقيقة الفن الشعبي فن أصيل، يعني تعلمناه من بكري يعني، كما يقول لك الناس الشعبي يقول لك الشيخ اللي ما عنده شيخ يقرا الانفورماتيك، فهمتني؟ أنا الشعبي ما صبش شكون يعلمني درت لوجيسيال ويندوز 98 الله يرحمه، تعلمت في الويندوز ومن بعد يعني بديت ندور تعلمت سيت نتعلم عند الشيخ البخراج. هو موسوس الله يبارك موسوس كل رحت للدار اوليون صولي له طبطبت له شغل توسوس قال لي علاش طبطب عندي لا صونيت حسبني كافي قلت له لا من بعد عاودت وليت اختار واحد اخرى صونيت له قال لي علاش صوني راك داصر فيا ومن بعد توسوس ضربنا وليت تعلمت شعبي وحدي ما واحد ما يعلمني هذه هي واش يمثل بالنسبه لك الفن الشعبي؟ يعني الفن الشعبي كما على بالو الشيخ كما على بال الانسه الله يبارك الفن الشعبي مدرسه فهمتني مدرسه انا كي كنت صغير ما تعلمتش الحساب نورمال تعلمت الحساب بشعبي باغ اكزومبل سقيني بالكاس الاول لا 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 سقيني بالكاس الثاني لا 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 سقيني بالكاس الثالث لا 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 سقيني الى ما لا نهايه فهمتني الشعبي يعلمك الحساب ومن طول يعلمك كيفاش تكوماندي زعما في السيرفر تقول له هيا الكاس الاول الكاس الثاني يعني باش الشعبي طربع وانتني شعبي ثاني مدرسه بارك زومبل انايا في هذيك الاغنيه تاع هذيك تجاوز تجاوز الرياح عيليك وحدي على قويه عيليك وحدي هذه سي دو لا ميتيورولوجي فهمتني شغل تعلم كي يجي الشتا يجي الريح ومن بعد عيليك وحدي عيليك وحدي هو ارتفاع الضغط الجوي فهمتني فهمتني هذيك الاغنيه حرز كبير حكيم من الحجاز حجاز باش يتعلم طفل الجغرافيا وين جايه الحجاز في بلغاريا في بلغاريا بلغاريا حجاز بلغاريا انا عمي هذه هي راني نشوف بلي ما راكش رافد الالات تاعك معاك لا ما واش صرا لك غير الخير على بالكم ما تلقى شوف ما بقات اله ما بقى والو يا شيخ انا الالات باتهم باتهم وجماعة اللي كانوا معايا شغل غاروا شافوني متصور معاه واري الدوفان شغل غاروا ومن بعد راحوا وليت نغني غير بفمي هكذا نغني لكم ماذا بك سمعنا انا اتقى
شوف لك لي المورال ملي تعيت حتى من الفوتبال خزينة الدولة ما بقاش المال ما بقى لنا غير نسلفو من عند الصومال لا 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 صح شيخ عزيز نقولي دوكا مع الطاقة شوف عندك مشاريع مستقبلية بيان سور عندي مشاريع أنا المشروع الأول يعني حبيت الأغاني نغني الأغاني المدرسية بار إكزومبل واسمها هذيك بطاطي صغيرة واسمها نميرة والفتها راحت عليا كيما الحمام اللي ربع العنقة وعندي هذيك عمي منصور نجار أمي منصور النجار خود حذرك من الأشجار وعندي ثاني حبيت نخرج الأغنية تاع الشعبي علاش غير الراي يعني خرج العالمية حنا علاش بقينا في باب عزول ما خرجناش من باب عزول بينا يعني نخرجوا أنا نخرج الفنادة للعالم كامل فرنسا ما نطولش نحرق الفرنسا جوستومون حبيت يعطيني لاكارت نحرق الفرنسا يولي كاع العالم يتعلم شعبي باغ إكزومبل أزنابور يولي يغني شعبي حاجاك باغ إكزومبل يغني لا بوام لا بوام اي لي كوادي يعطيكم الصحه والسلامه تحت تصفيقاتكم فضلكم كمال عبدك لاستند كمال اه بون ما غلطتش انا باسكو الشيخ قلت لك الشيخ نافور الشيخ نافور شارل نافور راح يدير ديو مع ادير بيانتو دونك باش يغني شعبي ادير يقولوا دير غنيه شعبي يديرها دوزيام شونسون والحاجه وتفوت بوركوم لا يديرها مع شيخ طارق ومرقلو كمان شكون دوكي بعت له ميل الشيخ زنافور بعت له ميل الوغ وهبه عرس واش نقدروا نتمناو لك باش تعاودي تولي ميس واحد اخرى ميس يونيفيرس تولي ميس الجيري ميس وي وعلاش لا ميس ماغريب بوركوا با مازال ما كانش المسابقه هذه ان شاء الله ان شاء الله يولي فما كي كونكور ميس ماغريب باغ اكزومبل تجمع العالم العربي المغربي وكل بوركوا با ان شاء الله انا باش نكمل في مسيرتي خاطر احنا في تونس ميس تونيزي سي لا بوتي او سيرفيس دو لومانيتي دونك نخدم تسكي هيومانيتير تسكي كي كاريتاتيف وكل شيء فوالا Et qu'est-ce que vous avez fait en Tunisie, un projet humanitaire concernant l'environnement. J'ai choisi de travailler sur l'environnement de l'enfant. J'ai fait plusieurs actions fi Kemet Rabel Jomhouria nta Tunis, قدمت déjà le projet تاعي في Miss Monde وموجود هو sur YouTube Beauty with a Purpose. Voilà. نتمنى له النجاح ان شاء الله. عايشك. ميرسي. سينو ديري تانيك ميس ميس صومالي بيسكو راكي حابه ديري ليمانيتار يعاونوك شويه لي شباب يفوطيو عليك اون توليكا غير ما تخافش ميرسي بوكو ميس تونيزي دافور ايتي نوتر انفيتي في هذه الحصه هذه نتمنوا لك النجاح وطول العمر ان شاء الله ناديه ابو مرداسي مازالت قاعده معنا وسي عبد القادر بن دعماش تانيك بعد قليل راح يلتحقوا بنا موشا اولاد سبيطار ما تبعدوش راه جاي لكم جوست مور البوب بلا كاش ما عطاونا سينو لا غالب باه تهلاو في روحكم انا جاي مرة واحدة أخرى في الجزء الثالث والأخير من زيرنا تزيركم خدعوني شغل حبسوا لي زابلا وتخدعت هكذا شوية معنا عبد القادر بن دعماش رئيس المجلس الوطني للفنون والآداب تحت استقالتكم ومازالت معنا نادية أبو مرداسي تصفقوا لنا عليها شوية يعطيكم الصحة ميرسي بوكو ألوغ نادية الألبوم كيفاش صافا أو يتباع شوية مازال ما خرج إيه بيعه قبل ما يخرج وش بيك أنت يا مازال أو يتخدم شحال مازال له الألبوم تاعك ماشي بزاف واحد الأموا ماكسيموم مع من راكي تخدمي طاحت اخ ستوديو طاحت اخ داكو وصافا سا سباس بيان سا سباس تري تري بيان ماكيش تمرضيهم انت مع لي بلون فول ديالك وكدا اي والله غير شويه شويه كومو ايش بوسيبل بو اون نوتيس دو لاف دو توفي دو تان بو شانتي وي سي با فاسيل ان بلوس لو ميتس دوتيس سي ان ميتس تري بينيبل اي كيفاش تجيك لانسبيراسيون جو متومونت لانسبيراسيون جو لي ديبي ملي كنت صغيره باسكو سي كوم سا شو او ان اي او ان لا با ما كاش وي داكور مي بوكو فو نافي با كومونسي ا شانتي ني با الي با ليزومبل fait ce boulot j'avais pas le déclic
وكيفاش جات ديكليك؟ كيفاش جات ديكليك؟ سي لا غراند كيستيون. دون لا فامي ديجا دي زارتيست. فوالا وي جو ني دون اون فامي ارتيستيك. انا بابا شيخ تاع شعبي. الله يبارك. محمد بومرداسي. الله يبارك. وكاين محمد بومرداسي واحد اخر تاع البدوي في بومرداس. فوالا. ويكون لك ثانيك؟ نو. نو. Donc il y a que le père qui est. Donc c'est votre père, Cheikh Boumerdassi, c'est votre père. C'est pas un homonyme ou là. Non, c'est mon père. Quand tu as fait ce gars, tu as fait des clics à la musique. J'ai toujours eu l'envie, mais. Je suis toujours là ou là, mon père. Oui. Papa, il y a ta saha. On me t'aime, papa. Alors, خيرتي باش تعاودي une reprise تاع راهم قدر مي وشنو avec des sonorités toutes jeunes toutes nouvelles toutes fraîches un peu deep house بون ما سمعناهاش اليوم على كل حال مي راهي موجوده عبر شبكه التواصل الاجتماعي يوتيوب فوالا احنا نسيو نلحقوا لا ميوزيك enfin نلحقوا لو باتريمون تاعنا لي جون باسكو شغل سي تري غار وين تلقى نقول لك بالك ما كاش كاع تلقى ان جون يسمع شعبي ما كاش شغل ما Ça n'existe pas. Makesh bzaf. Makesh bzaf, exactement. Mais qui ne modernise un peu, on ajoute des instruments modernes avec l'électropop et tout, ça donne un genre d'isme. La preuve, ça a plu au public. Ça fait plaisir. Il y a eu beaucoup de j'aime sur YouTube. De likes, oui. Beaucoup de likes. Mais ça veut rien dire, on peut les acheter, on a dit la même chose. Je ne sais pas si je suis un homme. Je suis un homme. Est-ce qu'on peut moderniser le Chabi, franchement? Justement, là, je veux réagir. كيفاش جات لك فكره هكذاك وتقولي باللي هذا الشعبي ما كانوش يسمعوا بزاف مالا كي جيتي انت كي درتوا له هذه الحوايج هذاك ولي يسمعوا بزاف نسمعوا الشعبي انا نسمع الشعبي تعرفي من وقتاش كاين هذا النوع هذا شحال من سنه وشحال من عشرات السنين اللي كاين وكاين شيوخ كبار كاين اللي فترات تاع ركود من بعد يعاود يرجع اكزاكتومون هذا هو الشاسي لو ناتورال ريفيان توجور وقالوا توجور توجور دونك إليا توجور دي الشعب حي دائما ودائما كي تعطي له حاجه مليحه يسمعها هذا ما كان دونك فو با دير كي جينا حنايا ضد لي ريبريز موديرنيزي تاع سي نو نو شو كونترار موسيقى التراث لا با دي تو كونترار هذا نقدر نسميه انا ابداع سي دو لا كرياسيون سي دو لا رو كرياسيون وي اي بي وين راهي لا ميوزيك سيت نوت هادو لي سيت نوت لي دورو ما كانش با فو البونيفي فو با يا اون نام دو شعبي اوسي كي فو با شونجي نجا كنت حابه تزيدي حاجه سي بون خلاص هاي قالها في نص حسن لا كرياسيون تاع الشعبي الناس اللي داروا الشعبي هذا لو برومي طون دابور الشعبي ما سموهش شعبي دوبي توجور سموه دوبي 1946 سي تو بوبولار من بعد ولا بار ترادكسيون شعبي اللي كان من قبل سموه المديح الديني الى توجور اكزيستي كوم سا الوغ اكزيستي كوم سا في واحد الوقت كانوا يقولوا هذا جديد بزاف بارابور للقديم اللي كان من قبل كانوا انواع اخرى كانت من قبل وكانوا يقولوا هذا جديد ماشي مليح والشباب هادو العنقه كي كان صغير كان شاب هو ثاني كان في عمره 18 سنه وكان كيما انت هكا يقول انايا نبدل لك كثير مي هو عبقري كبير وبقى القرن الكل وهو اللي وزع هذيك الحاجات ولكن هو خلقها في هذاك الوقت باش ما تبقاش دائما غير هي باش يجي لواحد اخر هو ثاني يتكلم كما 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 يحب اذا التهذيب ولا اللبس والحان قديمه ونعطوا لها جد شوف شوف يا رايح منين نطلق دحمان الحراشي نطلق من انماط شعبيه 100% وراحت معاه هو اللي غناها بون ما كانش عندها سكسي كي غناها هو كان عنده سكسي ولكن ما وصلش اللي وصلها فيما بعد عنده تروا سولاي واللي جاوا فيما بعد وخلوها الان راهي مترجمه على المستوى العالمي كاين يقول لي بزاف علاش الشعبي ما وصلش دحمان الحراشي وصل بها الى العالميه سيتي مودرن سيتي تري مودرن كي خرجها في وقته C'était moderne, oui, lui-même est moderne. Alors, je crois que c'est déjà abkari. Il n'avait pas de voix, mais il avait de la mélodie. Fidato, oui. Fili studio, je crois qu'il y a une musique fili studio. كان ليل ونهار يخدم في الاستوديو دونك عنده كاع الانماط الموسيقيه في مخه دونك سي فاسيل باش يعاود تمتم يعاود يخرجها اي بي عاونوه الكلام وجاو ظرف لا سيركونستانس هي اللي تعاون الفنان في كثير من الاحيان لا سيركونستانس هي اللي تعاون وخلاته يوصل للعالميه ماشي هو
اللي جاو فيما بعد مو اللي وصلها للعالميه. حنا في الدار هنا عندنا واحد العبقري تاعنا سبيسيال. وشنو عبقري تاع لي ريزو سوسيو؟ ماشي تاع هو الموسيقى خاطيه مسكين الله غالب، مي شنو عبقري تاع لي ريزو سوسيو؟ اسمه محمد شوقي، مي كوم انا شوقي دونك سير شوقي في البلاطو جو في لدير غير غدير انكور ا شاك ايميسيون. سميناه موشا تحت تصفيقاتكم تكتيك مع موشا. سنور صافا صافا وانتم زلك شويه؟ اه الحمد لله جراجم الا فلاك كرونيك ويب تاع اليوم حنشوفوا اون فيديو اللي دارت بلوس دو 800000 فيو سور يوتيوب اون كلكو جور. اون فيديو اماتور اللي نشوفوا فيها تاع ناديه ابو مرداسي كي خرجت التيتر تاعها. هاد لا فيديو نشوفوا فيها ان شاء الله نفولوا لك بالخير. نفولوا لك بالخير كما قلت نشوفوا فيها اون كورال فرقه تاع الدراري صغار تاع اطفال كنديين من ولايه اوتاوا. اي شفتها والله يغنوا انشوده دينيه اللي نعرفوها كامل طالع عربي باللغه العربيه كي ريفوجي. فوالا سيتي بوغ كوير لي ريفوجي سيريان اون فاسون دو لو دير مرحبا بكم في بلادنا. اون فيديو باسم ويلكم تو كندا. نشوفوا معنا الفيديو. انا راي الدور هاد الفيديو لا دفي دا لاندي ديرني هذا تني الفاد باش نقعدوا في لو موند ميوزيكال نشوف واحد الموهبه جزائريه واسمو علي بالا. وشنو هذا ما يغنيش الشعبي، يغني الكونتري الكونتري على الجزائريان. شوفوا معنا الفيديو علي بالا. I كارطه تاع لارتيست هذا، هذا لازم له كارطه تاع لارتيست هذا. نشوفوا واحد الشاب بلعباس راح يدير اون اوديسيون في مسابقه موسيقيه مشهوره في داليه الحان وشباب. وشنو هنا الحق الحان وشباب ولا الحان وعذاب؟ لا الحق الحق وين بكى لي جوري وشنو بكاهم بالضحك. شوفوا معنا الفيديو. نصيحه لشخصيتك انا باغاني تخالد تبدل بدلت ها روح الخلد. لا كورا دوك تغني درك ايوا صح درك صح صح علاش تلوموني. غالبا هنا نقعدوا نحاربوا المخدرات لا هذاكم صحه فيديو قديمه بصح وي بصح معليش لا فوالا ما كرهومش هذاكم صحه تلاقاو ميرسي بوكو موشا يعطيك الصحه بليزير ان شاء الله. ناديه صارت لك ديجا التراك هكذا كيما هذا زعما شغل طلعي سيرسان بعد تشوفي بيبيك بعد
مازال ما صلاتليش ان شاء الله ما تصلاتليش ان شاء الله ان شاء الله يا توجور لو تراك على بالي وي بيان سور وجامي شاركتي في كونكور هكذا ما سيتيش الحن وعاده اسيتش اوتون امبورت لو فون نو اون بلو C'est pas un concours. Qu'est-ce que tu penses parce que ma gars les voix d'eau comme voilà on sait jamais. Alors, le track non, jamais. Si, on a le track. Non, mais décollage Belak. Décollage. C'est devenu un avion. Oui, c'est vrai, tiens, والله c'est vrai, انا 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 اليوم راح نقولها والله عباك كل كل ما ديكولي الطياره نبدا نشد في الكراسه هكذا وديك شي حد طروف ما نشد هذا قلبي يهبط كذا ما تخلى كيلات ما تحش كيفاش ديروا نتوما البيرسونيل دو بيرسونيل نافيغون كيفاش راكو ديروا On souffre de fatigue, non, pas d'autre chose. Signé au bord, c'est vrai, c'est normal. La première fois que l'avion, la première fois que vous avez commencé à travailler autant qu'hôtesse, Non, parce que j'ai déjà voyagé avant. Donc, je n'ai pas le problème. Le mal de l'air, non Non. Une fois, j'ai rentré dans l'air. J'ai dit qu'il y a le visa, mais il y a un passeport, je suis tout bon, normal. Attends, on a carte à l'artiste, il y a un visa, il y a un mal de l'air. Autre question, où est-ce qu'il y a les autres 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 déjà. Mais je ne sais pas là. On appelle ça un galet. Le galet, c'est l'espace où il y a les hôtesses et les stewards. Personnel navigant. Et ça mange à fond. شو شكون تاكلوا كاع الماكله اللي كاينه في الطياره ترميوها الماكله كي بين سمينا ما عندكمش دروا تاكلوا ما عندكمش دروا تاكلوا سي اون مونج علاش انا قلت باسكو كاع هكذا خادمين دونك لا لي كومباني سي كومباني ناسيونال ولا سي كومباني اترانجير ناسيونال ناسيونال القديمه ولا هذيك اللي تحلت غير كيما البارح روجي بلون روجي بلون روجي بلون هذو اللي بداو من الاستقلال سيربي سيربي سافا لا ريستركتوراسيون Ça marche. Ça se fait sentir عندكم ou là non, Mazal? Oui, ça va, ça. Le nouveau plan de restructuration annoncé par le Mazal, Mazal, n'est pas encore. Ça va. Non, vous savez, on essaie de faire de notre mieux pour satisfaire les clients et les passagers. Mais voilà. Oui, mais on n'est pas venu parler d'hôtesse de l'air. Oui, la c'est musique. Vrai, yeah, ça, c'est vrai. L'avion, ça rate l'acte. À des passagers. Oui, mais à l'école. Non, les passagers, non, c'est interdit. Dylan Azama dit que tu as les consignes de sécurité en chanson, en chantant. C'est faisable. Ah, punition. Non, c'était juste pour rigoler. C'est pas ennuyeux, franchement. C'est pas ennuyeux, à chaque fois répéter. C'est toujours une C'est un beau métier. Mais qu'il y a des compagnies enregistrées. Enregistrées. Il y a des trucs qui sont enregistrés. Ça, c'est une centaine. On a besoin de voir quelqu'un devant nous pour tranquille. Ça nous met en confiance, en fait. Hagda, tout sourire. J'aime pas. Ahin, moto qui est à bout de Khurjoum. ما كاش باراشوت عم تطلق الاكسجين على انا كي نشوفها هي يطيح الماكس ماسك اكسجين ماكس اكسجين ماكسي سينو نادي ابو مرداسي ان بروميير البوم دي سينجل كي سون ديجا سور سور لي ريزو سوسيو با دو سينجل ان سيتادير ان فيرسيون كلاسيك سي دي علاش سي ان شو ارتستيك ولا سي بلوتو لا ميزون ديديسيون كي ا شوازي دو فير اوترومون با دو سينجل En CD ou la Hadja En vente, des non, singles en vente. Alash, c'est votre choix ou là c'est la maison d'édition Non, c'est mon choix. Enfin, on a décidé ensemble. Voilà, je vais faire sortir l'album carrément, directement. Sur voilà. YouTube Voilà. Non, en vente. En vente. Sur YouTube, c'est les singles qui D'accord. sont sortis. On a préféré Artin Kemelo Kamel pour donner. Combien de temps Shalom t'es traité à l'album Hadja Ben, cet album, j'ai essayé il y a une année, plus. Mais bon, j'ai repris, et lorsque j'ai repris. Parce que je n'ai pas le travail ou c'était le moral qui n'allait pas Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une coupure Les deux. Bon, mais c'est le travail, mais c'était le moral. L'hôtesse de l'air. C'était Dorof. Dorof. Vous écrivez vous-même vos chansons Non, c'est Ayoub Mjahed qui m'écrit les chansons. D'accord. D'ailleurs, il est là avec moi. Et la musique
Et la musique, la c'est composition. Passé par la composition, oui. C'est lui. C'est lui aussi. Donc, ouais, il est parolier, compositeur. Ça m'arrive d'écrire quand je suis inspirée. Ça m'arrive d'imaginer. C'est la musique et on essaie de mettre des paroles que je pense. Il dit. Voilà, il dit. Il t'emboîte avec les hôtesses de l'air, il peut y emboîter plus que le place. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Je me suis dit que le métier est le CD, mais il ne t'a pas dit. Il y a un métier qui est un peu. علاش نخاف نخاف كوتي كوا كوتي كوتي با رياليزاسيون بوبليك باش يوصل السي دي عند بوبليك بوفي كسا بلاي او بوبليك هذا ما كان سي سا البيت متى توصل له ان شاء الله يا لي ماي يا باش على التلفزيون وزيت تو طون دون لي زير كيلكو بار Non, Inch'Allah. 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 On espère que le public sera au rendez-vous. Donc, comme je sais qu'il m'a appelé, qu'il y a une Internet, qu'il y a une YouTube. Ouais. Qu'il y a une... Donc, voilà. on peut interagir avec le public, voilà. Savoir à peu près si ça marche ou si ça marche Inch'Allah. Pas. Et donc, vous êtes satisfaite de la réaction du public jusqu'à présent? Jusqu'à présent, ça va. Ça va. La base, alhamdoulilah. Salamat, salamat. Ba'dou l'ayn, bak, ba'dou l'ayn. En tous les cas, il y a un qadron qu'on oublie de t'khedmer l'un des moyens les plus sûrs, de transport les plus sûrs, qui est l'avion. Statistiquement, bah oui, statistiquement, oui, j'ai du mal à croire. C'est le plus sûr. Non, c'est les statistiques, c'est les chiffres, c'est pas moi, c'est les statistiques. Contrairement à l'automobile. Ça n'enlève rien, ma peur. Oui. Contrairement à l'automobile, qui reste encore un moyen très très dangereux de transport, surtout à Nahnaf et Bladna. ناس في الطرقات راه غير تتهلك عام ورا عام رانا نسيو وداروا دي رادار جداد شويه باش ينقصوا الاخر لو بروبليم كاع ايتيك سي العقليه ولات سبيطار يسيو يعطيونا عقليه جديده ولا يضحكوا على عقليتنا حنا في الطريق ولات سبيطار السلام عليكم تتزين ما كاش غير طريق لي مبوشه كان ما معي بالك مبوشين واش انوار خويا لاباس كنت البارح ولا غير مازال يا خو هو نفريها لك انور مهبول واش بيا ميك راكسوني وعدو بلا عقل يا وسمنا بلا عقل واش بيك بلا عقل والله يسترك خلينا نجوزك غالق طريق يا مهبول تاني في حومتي وسمك انا في حومتي ونقاري وين نحب يا ديما اسمح لي الله يسترك واش لو سمح لي التربيه هذه تسمح لي علاش يا خو واش التربيه هذه تسمح لي تفضل بكثرة كاين عباد بزاف اللي عندهم معرفة مع لابوليس حتى ولاو الناس اللي ما عندهمش معرفة يرجلوا نورمال السلام عليكم اتيك السيارة فضلك ولا جويت هيك السيارة واش درت عندك مخالفة حرك لا ليجون واش مهبول داك حاب تحدوك الصحراء واقيلا ديماري واسمك ديماري نعرف نفسك نعرف نفسي ما تعرفش كون بابا واقيلا انا بابا اللي مربي ديوبا اللي كلاو الدجاج مالا غير ديماري باباك خشين بابا فوق الخشين خويا انا بابا انا ماصو واش احاي اون توكا ماشي غير الشعب اللي محكور ما من البوليسيه محكورين اه ربي معاهم انا خدام حضاره صح وجهو ولي الزمان يحاولوا يفرمي البارح شكون دالو فرمي انا نحيتو له حضاره علاش نحيو فرمي كان خالف قانون الحضاره واش بالقانون راح تحس عجوزه كان سكران وما عندوش كوارت حضاره وهذه هي في بالك خالف القانون من اليوم راك في اضرار ولادك اللي نحيو نحيدو له الخضره هذاك رحت هضرت معاه دا حضارات كيفاش داها ولا باش ندير عرس وليدي ديماري تيمي موت تسنى فيك ديماري اكتيفي علاش كيتلاقاو صحاب برا الطوموبيلات واش عندهم 60 سنه ما تلاقاو وانا مع صحابي جوا ماشي في طريقي قهوة وقار ودخان والمورا لي شالي والموسيقى ديال زمان وان شاء الله هفصل يهضرنا عليها كاع تتسقم وكيما يقول المثل خويا نازيه كل ليله صفوره 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 زوالي مسكين مسكين في كل دوره واش زومي زنقه لا سلام دائما
نكس بيتار على الجزائر تي في. بون زعما بدلوا لك شويه عقليتك في السوق انا مش بن دعماش. نو انا نسوق ترونكيل دوسمون الماتان با تخو فيت لو سوا. داير حتى نقلق اللي يكونوا مورايا والله نقلقهم يكلاكسوني وانا ترونكيل هكا يفوتوا ما نشوفش فيهم. سؤال كرئيس المجلس الوطني للفنون والاداب ما يعطيوكش فيكيل فيه جيروفار باش ما تحملش الشركه راسها؟ ما عندنا والو عندنا غير اراده. ما عندكم والو؟ عندنا والو. لا ما عندنا اراده بزاف وعندنا تضامن تاع الناس يجوا يعاونونا بزاف والفنانين في المكتبه الوطنيه. يعني حاجه رمزيه حاجه رمزيه من النهار الاول فضلنا باش يكون تم. كان اختيار في 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 محله. علاش؟ خاطر هذيك المكتبه الوطنيه هي مؤسسه تاع الذاكره الوطنيه، مؤسسه تاع الابداع، مؤسسه تاع التاريخ، وهذاك هو اللي يبقى. هذا كاع نروحوا كل يبقى غير تم واش كتبوا الناس لتم واش محافظه عليه هذيك المكتبه. اذا واحد من فنان كي يجي تم يحسب روحه تاع الصحراء وفنان تاع الصحراء. كان فيه هيبه اليوم بديتوا لو ستاتيو دو لارتيست يعني مازال ما لحقش كومبلي لو ستاتيو دو لارتيست سوني كل ديبي دوكا هذه لا كارت بروفيسيونيل تاع لارتيست. لورجونس هي اللي خلاتنا المرسوم هذا الاول اللي خرج في فيفري 2014 وموجود في الجريده الرسميه يعني ضمن الاجتماعي بالنسبه للفنان. هذا الاول وهذا الاول حاجه ربما نزيدوها الان معلومه كاين فيه الماده 11. هذيك الماده 11 ترجع للماضي سي لي فير تروكتيف دو سو ديكري. هذا قليل وين المرسوم يرجع للماضي قليل في القانون. يعني هذو المشرع ما يحبش باش والان في هذا بالنسبه للفنانين يرجع للماضي. لمن يرجع؟ يرجع للناس المسنين واللي في عمرهم الان 65 سنه الفوق. هادو تتكفل بيان سور بور ريكوبيري شويه يعطوهم من اعتبار. علاش؟ خطر واش ذنبهم هما الان راهو جد وصل 65 ولا 70 عام وما عندوش مدخول وما عنده والو. هو فنان تاع الصح وما عنده لا ضمان اجتماعي ولا تقاعد ولا والو. واش ذنبه؟ يعني ما كانش كاين قانون مقبل باش يسمح له يدخل فيه يندرج ويطبقوا بيسكو ما كانش. يقولوا لها في القانون الاداري يقولها لو في دو برانس. في دو برانس الان الدوله لازم تكلفل به. وصبنا احنا يعني الشيء اللي نقولوا انا بعض الاحيان الفنانين نقول لهم الدوله حنينه تقول لك وي ما نخليكش انايا تطيح. لا نعاود نرجع ونعوض لك الشيء اللي راح لك. والان ورانا فيها الان في هذه الفتره هذه والفتره المقبله ان شاء الله هي من جانفي الفوق هي علاقات العمل. كيفاش يكون هذاك الفنان يعني حيثما كان حيثما وجد في هذا في بلادنا كل الانواع الفنيه الموجوده كيفاش يتعامل مع ليتيار مع الاخرين مع الناس الاخرين وكل مع اللي هنا تعاود ترجع كعنصر اساسي وهو الكونترا الصفقه. سي لو كونترا هو اللي يشد كل سي لا بيير انغولار دو سو ديكري هو الكونترا. والثانيه هي ليدونتيفيون فيسكال كيفاش يولي هو مستقل ولا حر ما نقولش مستقل حر بنفسه وقايم بذاته اوتونوم وهو اللي يمشي للضمان الاجتماعي يقدم روحه وهو اللي يشارك وهو كذلك يخلص لي زامبو تاعو ويخدم وكلش. وشكون هو اللي ينجح؟ هو المليح اللي ينجح. يعني التصفيه ربما تكون هكا من بعد سنوات يعني اكور تيرم تري كور تيرم تكون هذا هو الريزلت. هل نقدروا نقولوا بلي تكريس مهنه الفن راح تكون ثانيك اكور تيرم؟ بيان سور. لا دي كيلكو زاني اون دوفياندرا اون اورا دي un domaine artistique professionnel. Ana je peux dire oui à court terme, c'est-à-dire que le texte قانون يعني في الاجل اللي يكون قليل باش نشوفوا ديجا الريزلت. ديجا الريزلت اليوم تاع الضمان الاجتماعي راه بدا يبان الان. نزيدوا عام عامين تولي القانون هذا الثاني اللي راه جاي يولي في الميدان وتولي كما البلدان يعني المتقدمه يكون واحد فنان عنده عمل يديره والفنان موجود وصالح للمجتمع وعنده دور يلعبه في المجتمع. هذا هو الصح اللي الان رانا فيه باش تعاود الامور
ترجع الى مجاريها والفنان يبقى فنان وفي المجتمع عنده دوره اللي يغني وعلاش يغني عنده فائده من يغني هذا هي اللي هذا هو اللي جاء من اجله هذه المؤسسه هذه اللي اسمها المجلس الوطني للفنون والادب وتمشي شيئا فشيئا ان شاء الله بمعيه الجميع وباعانه الجميع حتى الفنانين الان بداوا يتفهموا كاين في شهر ربما جانفي فيفري تاع السنه الماضيه في هذه السنه هذه يقولوا لي ودي انت يا غيرك تخرط علينا وراك تكذب علينا وكذا برك سكت علينا شويه قالوها لي اصدقاء يقولوها لي ولكن الان لا تغيرت الامور يقولوا لي اسمع هذيك اللي كنت تهضر عليها هذيك كاينه منها صح ونعاود الامور هم الناس راهم يجيو والحمد لله شكرا لك سي عبد القادر بن دعماش وعلى هذا العمل اللي راكو ديروه في المجلس الوطني للفنون والاداب ناديه درتي كولي ناديه باش ما تبحريش باش نعقلوك الوغ ناديه الالبوم كون وقتاش باسكو مخبيط انا ندور ما حبيتيش تقولي لنا وقتاش الالبوم الالبوم اون سا سرا اون جانفي ان شاء الله جانفي بور لا رونتري 2016 ان شاء الله سي سور جانفي 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 تاعنا ولا جانفي تاعهم لا لا جانفي تاعنا حنا نهضروا عليهم 2016 2017 2016 علاش لا لا ان شاء الله ان شاء الله سي تو المال كون فو سوات ان تو لي كا ميرسي انكور دافوار ايتي نوتر انفيتي نكملوا معاك اون شانسون راهو مقدر و فينير افيك سا دونك ما تنساش برك الميكرو تاعك نعاودو نذكرو بلي راهو مقدر راح تلعبيها لنا اون اكوستيك اون فيرسيون فا بلوتو فيرسيون كلاسيك ماشي لا فيرسيون اللي راهي تيكزيستي وراح تيكزيستي في الالبوم تاعك ميرسي انكور اون فوا تحت تصفيقاتكم فضلكم ناديه بومرداسي شكرا للضيوفين اللي كانوا حاضرين معنا من بدايه الحصه تاع اليوم الله يرحم كمال مسعودي الحصه هذه اون لويا ديدي قول اخر Thank you.
صاوب القدار 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 كي صان الأول راهو مقدر على قلبي بغيك قلبي بغيك قلبي بغيك يا ربي سهل واللي مقدرت له تابني ديك تابني ديك تابني ديك ما بيدو يعمل راهو مقدر على قلبي بغيك قلبي بغيك قلبي بغيك يا ربي سهل واللي مقدرت له تابني ديك تابني ديك